الدعوة للوقف وتنمية ريعه وصرفه في مجالات تساهم بتطوير العمل المؤسسي بالتواصل مع الواقفين كان الأبرز بالملتقى الوقفي 22. نستفيد وإياهم من آخر ما توصلنا إليه في جلب أموال خيرة للوقف، وكذلك آلية استثمارها وآلية تحصيل الريع الأفضل منها. ما رأيت اليوم في المعرض كذلك يدعو للاعتزاز الفخر. الملتقى 22 السنوي للأمانة العامة للأوقاف الذي من خلاله ولله الحمد يكون الملتقى على تقويم المسيرة والانطلاق من جديد في منطلقات جديدة واستضافة كوكبة من الخبراء من الخارج في المجال الوقفي وتبادل التجارب والله الحمد. الملتقى شهد تدشين النظام الإلكتروني لإدارة الوقف الذي سينعكس إيجابا على أعمالها لما يحويه من تكامل معلوماتي عن العمل الوقفي. النظام الآلي ما هو هو ترجمة للعمل اليدوي كاملا، يعني على سبيل المثال خليه يتقدم أي فرد للوقف، خلينا يدخل اليوم في إدارة اللي تستلم الوقف نقول أوقف 10,000 دينار، المسؤولين كلهم عندهم خبر يدخل على الشاشة يعرف بنفس اللحظة إنه هو أوقف ومعلوماته، تروح هذه المعلومات كلها للإدارة المعنية في الاستثمار. لما يخلص وبعدين عقب الاستثمار وينتج أكيد ريع لهذا الوقف. محاور عدة طرحها الملتقى الأبرز فيها كان التأثير القانوني والشرعي في دعم الوقف وتطويره إضافة لدعم القرار والاستفادة من التجارب السابقة. إدارة الأوقاف تكامل وريادة شعار الملتقى الوقفي 22 الذي ركز في دورته الحالية على أهمية الوقف وتطوير أصوله لتنويعها وتنميتها إضافة لتدشين النظام الآلي للأوقاف. لتلفزيون المجلس أحمد الشمري.